هنتكلم النهاردة عن الفلاريا. الفلاريا اللي هو احنا اللي هي كانت من التيشو نيماتودز، يعني بتأفكت التيشو عند الهيومن، يعني انا بشتغل بأكت از انترميديت هوست. تمام. طيب احنا عندنا الفلاريا معناها يعني ايه؟ معنى كلمة فلاريا يعني هي بتبقى سايلندريكال وورمز ثريد لايك، ثريد يعني شبه الايه، الخيط. تمام. طيب الاسوفيجاس بتاعها بيبقى فيلاري فورم اسوفيجاس، او اسمه التاني سايلندريكال، عشان كده اسم الفلاريا جاي من الفيلاري فورم اسوفيجاس اللي هو بيبقى سايلندريكال اسوفيجاس. تمام. يبقى شكل الادلت بتاعتها بتبقى عامله ازاي؟ بتبقى سايلندريكال وثريد لايك، ويبقى عندها ايه؟ سايلندريكال اسوفيجاس. تمام. الميل دايما يبقى عندنا اصغر من الفيميل، اوكي، وبيبقى الامبوستيرور اند بتاعت الميل بيبقى كيرفت يعني ملفوف على نفسه، اما الفيميل الامبوستيرور اند بتاعتها بتبقى ستريت. طيب اول حاجه عندنا، اول بارازايتس عندنا او في الهيلمنسوس بيدينا الفيلاريا، بتبقى ايه؟ بتدي على طول لارفي. اسمها ايه اللارفي دي؟ مايكروفلاريا. ما هي الا فلاريا صغيره فسموها مايكروفلاريا. يبقى المايكروفلاريا دي لارفي بتاعت الايه؟ الفلاريا. هي بيسموها لارفي بيروس او فيفي بيروس، يعني بتدينا على طول يا لارفا يا ايه، سوري لارفا على طول، مش بتدينا ايج، اوكي، اللي هي اسمها ايه اللارفي بتاعتها؟ مايكروفلاريا. تمام. طيب ايه الانواع الفلاريا اللي بتافكت الهيومن؟ في كذا سبيشيز بتافكت الهيومن. احنا عندنا بس السبيشيز اللي بتافكت الليمفاتيك سيستم اللي هي مين؟ الفيشيريريا بانكروفتي والبروجيا مالاري. يعني ليه قلنا الفي بتتنطق الدبليو بتتنطق في؟ لان دي كلمه الماني، واحنا في الجيرمان في اللغه الجيرمان الدبليو بتتنطق في، فعشان كده بنقول فيشيريريا بانكروفتي وبروجيا مالاري. دي بيأفكت الادلت بتعيش بتحب تعيش في الليمفاتيك سيستم اللي هو مين؟ اللي هي الليمف نود والليمف فيزلز. تمام. اللي هي بتدرين الليمف، اوكي. في عندنا other species بتيجي بتحب تأفكت السبكوتينيوس تيشو اللي هي اللولو والأونكوسيركا فولفلس، وفي بتحب تأفكت السيروس كافيتي اللي هي المانسونيلا بيرستانس والمانسونيلا اوزار. دي دول مش عليكم، بس اللي احنا علينا الفلاريا اللي بتحب تأفكت الليمفاتيك سيستم الأدلت بتحب تعيش في الليمف نودز والليمف فيزلز بتاعت الإنسان، اوكي. طيب تعالوا نتكلم عن الأدلت بتاعت ايه؟ الفيشيريريا بانكروفتي وبتاعت ايه؟ البروجيمالون. احنا عرفنا ان كل الفلاريا بترانسميتد تو مان ثرو ا بايت اوف ارثروبود. ارثروبود اللي هو حشره اللي هو اسمه التاني فيكتور. يبقى الفيكتور ده ما هي الا حشره بتحصل فيها مالتيبليكيشن للانفكتيف ستيج، بتحولها لانفكتيف ستيج، يعني هي بتاخد المايكروفلاريا من البلاد بتاعت الانسان وتقوم محولاها لانفكتيف لارفا، وبعدين تقوم تقرص الانسان تنقله الانفكتيف لارفا، والانفكتيف لارفا دي تكبر وتبقى عندنا ادلت تاني. تمام. طيب احنا عندنا المايكروفلاريا بتبقى ازاي موجوده عندنا في الليمفاتيك سيستم وتروح للبلود؟ احنا عندنا المايكروفلاريا دي بتبقى موجوده في الليمف نود والليمف فيزلز، وبتتنقل من الليمفاتيك والليمف فيزلز تروح للليمف للبلود فيزلز في اوقات معينه بيسموها بيريودستي. تمام. لقوا بتاع الفيشيريريا بانكروفتي والبروجيا مالاي بيحبوا يروحوا بالليل نكترنال بريدستي، يعني انا لو سحبت عينه بلاقي المايكروفلاريا دي موجوده بتاعه الفيشيريريا بانكروفتي والبروجيا مالاي بس بالليل نكترنال، اوكي. طيب احنا اتكلمنا عن الادلت بتاعه الفيشيريريا بانكروفتي والبروجيا، احنا قلنا بيبقى شكلها عامله ازاي؟ 3D اور فلاري فورم، اوكي، بتبقى لونها كريمي وايت، بتبقى عندها سايلندريكال اوسوفيجاس او اسمه التاني فلاري فورم اوسوفيجاس. احنا قلنا الميل بيبقى اصغر من الفيميل بيبقى 4 سنتي والفيميل بتبقى 8 سنتي، بيبقى كيرفت بوستيرور اند، اما الفيميل بتبقى ايه؟ بوستيرور اند، بتبقى ايه؟ ستريت، وبتدينا فيفي بيروس ولارفي بيروس، يعني معناها انها بتدينا على طول مايكروفلاريا او اللارفي. بتبقى كام بقى في بتاعه الفيشيريريا بانكروفتي؟ هنتكلم على اول حاجه الفيشيريريا بانكروفتي. احنا اللي يهمنا هنا في العملي مش الادلت، اللي يهمنا في العملي المايكروفلاري اللي احنا اللي هو اما نسحب عينه دم يعني بلود فيل هنلاقي ايه شكل المايكروفلاريا دي، هتعرفنا دي بتاعه الفيشيريريا بانكروفتي ولا بتاعه الايه البروجيا مالاي. دول اللي عليكم السنه دي، اوكي.
طيب احنا بنتكلم في اي مايكروفيليا بتاعت اي سبيشيز عن ايه؟ بنتكلم اول حاجه عن السايز، بنتكلم بعد كده عن حاجه الانتيريور اند والبوستيريور اند، وان هي بيبقى جوه البادي بتاعها نيوكلياي. النيوكلياي دي بتدي بعد كده الاستيج اللي بعده اللي احنا قلنا اللي هو ايه، الانفكتيف لارفا اللي بتتكون في جسم الفيكتور او الارثروبود او الحشره، تمام. وبنتكلم على التيل بتاعها، بيبقى في النيوكلياي واصله للتيل ولا مش واصله، تمام. بنتكلم على ان هي بتبقى متغطيه بالشيز، الشيز ده بيبقى لوز ولا مش لوز. يعني ايه لوز؟ لوز يعني ريدندنت، فبيقوم بيكسنت من قدام انتيريوري فوق الهيد، وموستيريور من عند التيب برضو بيبقى ايه اكستندد، ده بيسموه لوز، يعني هو ريدندنت، فبيطلع بتشوفه من سابق الهيد وسابق التيل، تمام. طيب احنا هنا قلنا هنتكلم عن السايز بتاع الفيشوية بانكروفتي، 250 في 8 مايكرون، صغيرة جدا. شكلها شكل الانتيريور اند فيهم كلهم بيبقى راوند، والبوستيريور اند بيبقى تابرنج اللي هو التيل. طيب التيل بقى البادي احنا قلنا بيبقى فيه نيوكليار، طب التيل هنا بيبقى فيه نيوكليار ولا لا؟ لا، هنا بيبقى فري اوف نيوكليار. يبقى اول حاجه حجمها قد ايه؟ 250 في 8 مايكرو. الانتيريور اند بتاعتها بتبقى ايه؟ بتبقى راوند. اوريكم شكل الدياجرام بتاع المايكروفلاري عشان تتخيلوه. ادي احنا قلنا ايه، ادي هنا الانتيريور اند اهي بتبقى راوند، وادي البوستيريور اند بيبقى تابرنج، وعليها الشيز. الشيز هنا هو لوز، شايفين هو بيكستند اهو، بيونايت ده تيل وبيونايت ده هيد، تمام. اهو طالع اهو فوق التيل، فوق الهيد، فوق التيل، تمام. طيب احنا قلنا المايكروفلاريا بتاعتها التيل بيبقى فري اوف نيوكليار، شايفين اهو حته فاضيه ما فيهاش ايه نيوكليار، تمام. وحجمها بتبقى ايه، 250 مايكرو في 8. يبقى اول حاجه هنتكلم على المايكروفلاري بتاعتها 250 في 8. الانتيرو بيبقى راوند، البوستيرو بيبقى ايه بوينتد، عندها شيس بيبقى لوز، اهم حاجه التيل بتاعها بيبقى فري اوف نيوكليوي. طيب هنتكلم عن ايه كمان؟ هنتكلم عن الكيرفز. يعني ايه الكيرفز؟ يعني هي بتلف على نفسها جامد ولا بالراحه؟ لا، هنا بتبقى graceful curves او smooth، يعني بتلف على نفسها بالراحه، ما بتنتنيش على نفسها، هي دوبك بس بتلف، بيسموها سموثي كيرفز اور جريسفول كيرفز. تعال نشوف شكلها تحت الميكروسكوب. احنا اول حاجه لما نيجي نقول، لما ناخد عينه بلاد، هي المايكروفلاري دي بتبقى موجوده في البلاد، فاحنا هنسحب عينه زي ما احنا قلنا في الملاري، لازم نقول ثن ولا ثيك. هنا احنا شايفين ار بي سي؟ لا، احنا كل اللي شايفينه ده النيوكليس بتاعت الوايت بلاد سيلز، يبقى دي ثيك بلاد فيلم، اوكي. ستيند برضو بالجيمس showing المايكروفلاريا. طب دي بتاعت مين، الوشيريريا ولا بتاعت البروجيا؟ هنبص عليها. شايفين اول حاجه اللوز شيز، هنا ادي التيل فري اوف نيوكليار، نفس الكلام هنا، شايفين التيل اهو، التيل اهو ما فيهوش نيوكليار. هنا على الشريحه اللي بعدها هنا واضحه جدا جدا جدا، ادي الانتيرور اند اللي هو الراوند، وادي الشيز لوز اهو، وادي البوستيرور اند ده التيل اهو، وادي الايه الشيس اللي هو الايه اللوز، وده ثيك برضو بلات فيلم، لان احنا مش شايفين غير النيوكلس بتاعت الايه الوايت بلات سيلز، مش شايفين الار بي سيز الكتير بتبقى مدوره بيبقى لونها بينك، اوكي. يبقى نقول ثيك بلات فيلم شوينج المايكروفلاريا اوف فيشريا بانكروفتي، شايفين التيل هنا فري اوف نيوكليون. يبقى احنا لما نيجي نعلق على الشريحه دي، اول حاجه ثيك ولا ثين؟ ثيك، ثيك بلات فيلم ستيند بالايه بالجيمس شوينج المايكروفلاريا فيشريا بانكروفتي. هنقول الكومنت بتاعها، لان هي ايه اول حاجه السايز بتاعها مش لازم تحفظوا سايز، بس انا بقول لكم 250 في 8 اهم حاجه فيها لوز كونكتيف تيشو، تاني حاجه التيل فري اوف نيوكليار، اهو شايفين التيل خلص هنا اهو، وادي كل المنطقه دي فري اوف نيوكليار، نفس الكلام هنا اهو، شايفين كل الحته دي ما فيهاش ايه نيوكليار، وادي لوز كونكتيف تيشو، لوز سوري شيز. طيب بتعمل لنا مرض اسمه ايه؟ اليفانتيازيس، اللي اسمه بالعربي دائي فيل. يعني ايه الفانتيز او دائي فيل؟ احنا قلنا القطط بتاعه البروجيا مالاي اللي احنا هناخدها بعد دي، وبتاعه الفيشريا بانكروفتي بتحب تعيش في الليمفاتيك سيستم، اللي هو مين؟ اللي هو الليمف نود والليمف فيزلز، بتعيش فيهم، فبتعمل لنا سيفير انفلاميشن. الانفلاميشن ده بيهيل بالفايبروزس، فالليمف ما يعرفش ايه ما يحصلوش دريننج، فلما ما يبقاش درين السكن هنا بيحصل له هايبرتروفي، بيحصل له اديمه، بيحصل له اديمه كبيره ورم.
طيب من كتر الاديمه، من كتر تجمع الليمف فيه، لان الليمف فيزلز اللي كان بيصرف لنا بيعمل لنا درين الليمف خلاص اتقفل بالفايبروزز بعد الانفلاميشن عشان القضه اللي كانت عايشه فيه، يقوم يحصل لنا في السكن ده هايبرتروفي، يبقى ريدندنت ويبقى ثيك ويبقى فيشرد متشقق. طيب احنا قلنا بيحب فين اكتر اماكن؟ بيحب اكتر اماكن الأضل بتحب تعيش في الليمف فيزلز بتاعه الجينيتاليا الاكسترنال جينيتاليا اللي هي البينس والسكروتوم في الميل، وفي الفيميل اللي هي الفولفا وفي اللور ليب. يبقى ما تجيلنا الشريحه دي هنقول اليفانتيزس، نيجي نعمل كومنت عليها ان هي بتكوزد باي ايه؟ بالفيشريا بانكروفتي وبالبروجيا مالاي اللي هما بيحبوا يعيشوا فين؟ في الليمفاتيك سيستم. تاني حاجه هنتكلم عن شكلها، بتبقى شكلها ازاي؟ السكن عندنا بيبقى ريدندنت يعني مش بيبقى ماسك نفسه، وبيبقى فيشرد وبيبقى ثيك تخين، بيبقى بيحب افكت مين؟ اللور ليب والايه والاكسترنال جينيتالي. تمام. طيب نيجي نتكلم على المايكروفلاريا بقى بتاعه البروجيا مايلاي. احنا قلنا البروجيا مالاي مايكروفلاريا بتاعتها هي اللي مختلفه عن بتاعه الايه الفيشريا بانكروفتي. مختلفه عنها في ايه؟ اول حاجه السايز زيه بالظبط 250 في 8، وبرده لوز شيز يعني الشيز هي اكستند. اوكي، بس هي بتلف على نفسها قوي فبيسموها ايه؟ كينكي كورس. تمام. طيب التيل بيبقى فري اوف نيوكلياي؟ لا، بيبقى فيه اتنين نيوكلياي، فطبعا ده بيبقى مميز جدا ان انت تشوف النيوكلياي اخر حاجه فيها اتنين نيوكلياي، بيبقوا عاملين زي نقطتين. اوكي، تعالوا نشوفها بقى. ده شكل الدياجرام بتاعها، ده الانتيرور اند، ده البوستيرور اند اللي هو التيل. شايفين فيها تو ايه؟ تو نيوكلياي ات ذا اند، بيبقى فيها ايه؟ كينكي كيرفز يعني لفه على نفسها. دي ثين ولا ثيك بلاد فيلم؟ ده ثيك بلاد فيلم، احنا مش شايفين ار بي سيز. شايفين البوستيرور اند فيها كام نيوكليس؟ فيها تو نيوكليس، يبقى تو نيوكليس ات ذا تيب. تمام، يبقى ثيك بلاد فيلم ستيد باي جيمس شوينج مايكروفلاريا اوف بروجيا مالاي. هتيجي نتكلم عليها، هنقول سايز 250 في 8 ولوس كونكتيف لوس شيز، وهنقول ان هي ايه؟ هنقول ان هي فيها تو نيوكلياي اند تيب. اما في الفيشريا بانكروفتي بتبقى ايه؟ فري اوف نيوكلياي. هنعمل كومباريزون بين ذا فيشريا بانكروفتي مايكروفلاريا والبروجيا مالاي. اول حاجه الادلت بتاعت سوري الديزيز بتاعت فيشريا بانكروفتي بيبقى موجود في ايجيبت، اما في البروجيا مايلاي دي مش موجوده عندنا، دي موجوده في الفار ايست. يعني ايه فار ايست؟ اللي هي دول شرق اسيا اللي هي زي مين؟ زي الصين، زي اليابان، الكلام ده كله. تمام. تاني حاجه الادلت بتكزيست ان مان اونلي، اما هنا لقوها في المونكي برضو في البروجيا مالاي. طيب المايكروفلاريا بتاعتها هنا جريسفول كيرف اللي احنا قلنا سموث كيرف اللي هي ما بتلفش على نفسها قوي، لكن هنا كينكي كيرف. اهم فرق الاثنين لوز كونكتيف، انتوا شايفين ادي لوز اهي بتكستند بينويد ذا تيل، وهنا نفس الكلام بينويد ذا هيد اند تيل اهي. هنا التيل هنا خلص اهو، لكن كل ده فري اوف نيوكلياي. هنا في ايه في البروجيا مالاي؟ في تو نيوكلياي ات ذا تيل، ده اهم حاجه. والاثنين برضو احنا شايفينهم في الثيك بلاد فيلم. Thank you.